Bonjour à toutes et à tous. C'est Nihan, superviseur de département de français au cycle préparatoire. أنا كنت بحييكم وبقول لكم أنا ميس نيهان وبفكر أول إعدادي إن أنا السوبرفايزر بتاعة القسم الإعدادي. إحنا خدنا في الحصص اللي فاتت، يعني أول حصة نزلتكم كفيديو كانت عن الـ ER والـ JER، وبعدين الوصول إن إحنا شرحنا في الفصول EL ER ERTI ER CER EY ER. لو في حاجة من دول من أول الـ EL ER لغاية الـ EY ER ما اتشرحتش هيكملها الايه؟ البروفيسور المدرس. دلوقتي احنا هنتنقل للفيرب كرونومينو. يعني ايه فيرب كرونومينو؟ يعني الفيرب بيبتدي بسو زائد الفيرب بيكون نهايته ا ار. زي ايه؟ فيرب سو اهو كروموني اخره ا ار. يعني معناها سو كروموني يتنزه. سو لافي ادي سو زائد الفيرب كرونيكو اخره ا ار. سو لافي يغتسل او يستحمى. سو دوشي ادي سو وادي ال ER معناها ياخذ دوش. سابولي ادي سي وادي ابولي معناها يسمى او يدعى. وعاوزه الفت نظر حضراتكم لحاجه ان سابولي يسمى او يدعى، ولو شلت الاس زي ما خدنا قبل كده في الحصص اللي فاتت ان ابولي معناها ينادي او يتصل. طيب بالنسبه للفيرب كرونومينو ادي سو وادي المجموعه الاولى اللي اخرها ER. احنا قلنا سو كرونومي يعني ايه؟ يعني يتنزل. هناخد الفيرب كرونومينو اللي هو سو كرونومي في الافيرماتيف في الاثبات او نيجاتيف في النفي. ماشي؟ هناخده في الافيرماتيف الاثبات وفي النيجاتيف اللي هو النفي. في ايه؟ في اي زمن؟ انا بفكركم ان دون سويت معناها تابع، وبفكركم ان احنا في الايه؟ في البريزون. طيب عندي هنا بالنسبة في الأفيرماتيف الفيرب سو كروموني، فاكرين وانتوا صغيرين أو السنة اللي فاتت أخدتوا إيه؟ أخدنا إن السو مع جو لأن أنا ببدأ الفيرب من أوله، أدي عندي سو وبعدين كروموني. هل هبدأ من أول كروموني؟ لا، ده الفيرب بادئ يا جماعة معايا من سو. يبقى السو مع جو بتتحول إيه؟ ها؟ م. طيب السو مع جو بتتحول إيه؟ ت. والسو مع الإين والآ تتحول إيه؟ سو زي ما هي. مع النون، السو مع النون تتحول إيه؟ نون. طيب السو مع الفو تتحول إيه؟ فو. طيب السو مع الإي لو بتقاس والآ لو بتقاس زي هنا، ما قلنا إي ولد قال بنت، هنا ولاد كتير بنات كتير، السو مع الإي لو بتقاس والآ لو بتقاس هتبقى سو. أدي أول حاجة بعملها إن أنا بشوف الجزء الأولاني من الفيرب، السو مع جو تبقى مو، بقول جو مو، وده فيرب مجموعة أولى ولا مجموعة تانية؟ مجموعة أولى يا بنات لأن آخره ER. طالما الجو مع الفيرب مجموعة أولى يبقى نهايته إيه؟ يبقى هكتب كده خو من، وأحط إيه؟ في الآخر. طيب تو تو همسك الجزء التاني اللي هو كومن، يبقى أعمل إيه؟ خو من واحط اس نهايه التو. طيب الاي لابك اس والال لابك اس، ال سو اي لابك اس وال لابك اس قلنا ان هي عامله زي الجو في النهايه توينز، يعني بحط نهايتها ايه يا بنات؟ بحط نهايتها او. طيب نونو احنا قلنا الاو ار مع نو مع القانون نو بتكون نهايته ايه؟ او ان اس، يبقى انا بشيل الاو ار وبحط ايه؟ او ان اس او ن ن، واشيل ال ار ارميها في الباسكت احط او ان اس. طب فو فو هشيل ال ار واكتب من اول البي لغايه كلمه ايه؟ الان، واحط نهايه الفو ايه؟ او زد. اي لابت اس ارابت اس هشيل ال ار وانقل من اول البي لغايه الان، واحط نهايه ايه؟ اي لابت اس ارابت اس او ان ادي الفيرب كرونومينو، ان انا بمسك الجزئيه الاولانيه مع الكرونو كلها مو تو سو نو فو سو، وامسك الجزئيه الثانيه من الفيرب اللي هو او ار واعمل النهايات مع جو او مع تو او اس مع اي وال او مع نو او ان اس مع الفو او زاد مع اي لابك اس ال لابك اس او
ماشي يا بنات، خلاص ادي الفيرب ده اللي هو الفيرب بونومينو والمفرد بتاعه الفيرب بونومينال. طب شوفوا الاكزامبل ده بنفضفه، جو مو برومان، جو برومان لو شيان. طيب هو ليه هنا قال سو برومان؟ يبقى ده مجموعه اولى اخر ار. ليه حط السو وحولنا السو مع جو مو وكملت كتابه المجموعه الاولى حطيت نهايتها او؟ لان لما بحط المو ديا بحول السو مع جو تبقى مو. جو مو برومان يعني معناها ان فيرب سو برومان يتنسب واقع على مين؟ واقع على السوجي السبجكت اللي هو انا. جو مو برومان فيرب برومني اللي هو كل ده التناسب واقع على السبجكت اللي هو ايه؟ جو. عشان كده قلت سو برومني. لما اجي اشيل السو واقول جو برومان لو شيان، يعني مش حاطه دي، بقول جو برومان لو شيان انا انزل الكلب. التنزل الفعل ده واقع على مين؟ على لو شيان. يبقى اذا لما احط سو قبل الفيرب معناها ان الفيرب ده واقع على السبجكت سواء جو سواء تو سواء ال ان نوفو الى اس الى اس. يبقى سو دي ان الايه سو برومان سو زائد الفيرب اللي هي مكتوبه هنا، بمعنى ان الفعل ده بيقع على السبجكت هو اللي بيعمله. طيب هنا لما اجي اقول جو برومان لو شيان مين اللي بيتنزل؟ الكلب اللي هو هنا لو شيان. يبقى اذا مش هحط السو ومش هحول السو مع جو لو، هقول جو برومان لو شيان ان التنزه واقع على الكلب. لكن لما اقول انا بتنزه واقع على السبجكت بحط السو مع جو بتبقى مو وبقول جو مو برومان. دي هنا عملنا الفيرب سو بروماني يتنزه، عملناه على فيرماتيف. اول حاجه عملتها على فيرماتيف الاثبات ان انا حولت السو مع الضمائر كلها وصرفت الفيرب نهايات المجموعه الاولى. طيب هنا اونيجاتيف، يعني ايه اونيجاتيف؟ يعني في النفي. احنا قلنا النفي ده بيكون ايه كطبيعته كالعاده خدتوه من ابتدائي، ان انا بحط ان او الان باسخاف زائد الفيرب زائد با. ماشي، ان النفي طول عمره ان ن او انا باسخاف لو باديه بفوايال زائد الفيرب زائد با. يا ترى هنا في الفيرب فونومينو هطبقها ازاي؟ ده انا عندي الفيرب بيتكون من جزئين اللي هو سو بروماني وحولت السو مع جو لو. هقول لكم حاجه بسيطه قوي، شايفين مو برومان؟ اهو مو برومان ده فيرب، لان السو مع جو حولتها لمو وحولت لو ار وعملت او مع جو. يبقى انا عرفت ده ان المو برومان ده فيرب على بعض. يبقى احط ال ان فين؟ احنا قلنا ان قبل الفيرب والبا بعد الفيرب. طيب انا احط هنا مو برومان ده الفيرب كله، احط هنا نو وفي الاخر خالص احط ايه؟ با. تاني ناخد مع دوزيام اكزومبل، تو دو برومان، فين الفيرب؟ برومان بس ولا دو برومان؟ لا ده الفيرب بيكون سو برومان في جزئين، الجزئين دول انا حولتهم، حولت السو مع تو دو يبقى كله على بعضه دو برومان ده الفيرب. بحط قبل الفيرب كالمعتاد لما خدته في ابتدائي ادي نو وبحط في النهايه با. نفس القصه ونفس الموضوع، ال سو برومان ال سو برومان. طيب الفيرب هنا متكون من جزئين وهنا برضه متكون من جزئين سو برومان، احط يا ترى النو والبا فين؟ قبل السو دي تبع الفيرب، ده الضمير اللي تبع الفيرب، احط النو هنا واحط البا هنا اخر الفيرب. خلي بالكم من الفيرب ده نو نو برومانا، ادي نو ده برونام ده برونام. طب ونو دي اللي هو بتاعت السو اللي اتحولت مع نو نو، يبقى الفيرب بيتكون نو برومانا ده الفيرب على بعض اللي بيتكون من جزئين في الانفينيتيف. في الانفينيتيف سو بروماني، حولت السو مع النو لنو وبعدين عملت او ال اس نهايه النو اللي هو البرونام، يبقى الفيرب على بعضه نو برومانا. يبقى احط قبل الفيرب نو وبعد الفيرب با. يبقى هنا هحط نو وفي الاخر خالص احط الايه؟ البا. ماشي؟ فو وفو خمري. حاولوا تقولوها كده، يبقى الفيرب بيتكون من ايه؟ خمري بس ولا فو خمري؟ لا، الفيرب بيتكون من فو خمري، لان هو بيتكون من جزئين وادي الجزئين.
ودي سو مع الفو حولتها وفو حطيت الـ اس الـ زاد في الآخر. يبقى حط هنا الـ وحط في الآخر الـ با. قال إيل قال سو كمان. ده فرب جزئين يا جماعة. يبقى الجزئين اللي هما دول الفرب على بعضه، وحط الـ قبلها وحط الـ با في الآخر. بمعنى إن أنا بقول الجن بحطها بعد الجو والبا بحطها في الآخر. أدي دي كانت أول جزئية في شرح الفيرب بالكونومينو. هنتنقل دلوقتي لجزئية تانية. دلوقتي هنشوف الجزء التاني المجموعة التانية. يعني إحنا كده نعتبر إن إحنا خلصنا الـ أ أر. طيب هناخد الفيرب دو دوزيام جروب إي أر. أفعال المجموعة التانية اللي هي بتنتهي بإيه؟ بإي أر. زي إيه كإكزامبل؟ عندنا كإكزامبل الفيرب ريوسير. لازم تعرفوا معاني الأفعال. ريوسير ينجح، شوازير زي الإنجليزي يختار، تينير ينهي، تينير بانش يعاقب، أوبيير أوباي يطيع، غندير يكبر، غمبير يملك. دول الأفعال دول هم أفعال المجموعة التانية اللي أنتم ملتزمين بيها، ولازم تحفظوا إن هم دول أفعال المجموعة التانية. تيرمينيزون يعني إيه كلمة تيرمينيزون؟ اللي هي النهايات. يا ترى إيه نهايات المجموعة التانية؟ مع جو إي إس، مع تو إي إس، إيل وآل وآن، وإحنا قلنا قبل كده آن بمعنى نو، لكن بصرفها زي إيل وآل. نو إي إس إس أو إن إس فو إي إس إس أو زد، إيل أبل إس أل أبل إس إي إس إس أو إن تي. يبقى دي نهايات المجموعة التانية، ودي أفعال المجموعة التانية اللي إحنا مرتبطين بيها ولازم إن إحنا نحفظها. طيب دلوقتي أنا هختار فعل وأصرفه. هختار فعل وأصرفه، هختار فعل صعب شوية اللي هو إيه؟ فيرب ريوسير. قلنا يعني إيه ريوسير؟ معناه إن هو ينجح. طيب في الجزء الثالث هتشوفوا دلوقتي تصريف فيرب ريوسير بمعنى ينجح. بالنسبة للجزء الثالث والأخير، إحنا كنا لسه في الجزء اللي قبل كده كنا خدنا اللي هو أفعال المجموعة الثانية والنهايات بتاعتها. خدت إكزامبل زي ما قلت لكم فيرب ريوسير معناها ينجح، وأنا عاوز أصرفه لأن أنتوا بتتلخبطوا فيه دايما لما بنجيبه. بمعنى يعني عندكم مثلا هنا مع جو، أول حاجة بعمل إيه؟ شايفين الـ إي إف؟ أيوه. همسكها كده اللي هما الاتنين دول، أقوم ماسكاهم رميهم في الإيه؟ في الكوبال، في الباسكت. وأقوم نقلة من أول الـ إر لغاية الـ إس، أهو زي ما أنتم شايفين بنقل من أول الـ إر لغاية الإيه؟ الـ إس. طب مع جو، لو إحنا رجعنا للي فات، قلنا جو نهايتها إيه؟ إي إس. أدي النهاية بتاعتها. إي إس. يبقى أنا عندي كام إس؟ تلاتة. مش عشان الفيرب فيه اتنين اس ما احطش اس كمان، لا. لما يكون عندي اي ار اللي انا برميها بدأ من الار للاس، طبعته فيه اس. طب تو يبقى اهو نفس الطريقه كلها واحط اي اس. اي وال وان هشيل الاي ار واحط النهايه يا ترى اللي شفتوها في الجزء اللي قبل كده اي تي. طيب نيجي مع النو بقى، النو دي عامله مشكله دايما. نو ايه بقى؟ زي ما قلت لكم ان انا هشيل الاي ار وان ايه لغاية ايه ار اس. طب وبعدين ارجعوا كده للجزء الثاني، احنا قلنا ليه نهايات النو اي اس اس او ان اس. يبقى انا عامل اي اس اس او ان اس. شايفين الزياده قد ايه؟ هتقولوا لي ايه ده؟ 4 اس؟ اه 4 اس. الفيرب فيه 2 اس وانا بزود اي دوبل اس 2 اس او ان اس. ما بشيلش اس من هنا، ما بشيلش اس من هنا، لان يعني طبيعه الفيرب فيه 2 اس وانا بزود 2 اس هيبقى فيه 4 اس. نو ريوسيسون فو هيبقى ايه؟ برضك نفس الطريقه ان انا هنقل 2 اس واحط النهايه اي اس اس او زد. شايفين النهايه دي؟ ادي 2 اس طبيعه الفيرب، وانا شلت دول رميتهم واحط اي اس اس او زد. أرجوك في الامتحان ما شيلش اس من هنا، ما شيلش اس من هنا، لأن طبيعة الفيرب زي ما قلت لكم 2 اس. إي لبت اس، قلبت اس، حد البرده بعد اس اس 2 اس لطبيعة الفيرب، هحط إي اس اس أو إن تي، زي ما قلنا النهاية بتاعت المجموعة الإيه؟ التانية. لما أجي بنطق الكون
prononciation. Comment est-ce? Bon, je réussis. Mais est-ce qu'il m'interroge? Tu réussis. Est-ce qu'il m'interroge? Il, elle, ont réussi. Et t'es m'interroge. Nous réussissons. Vous réussissez. Il avec S, elle avec S réussissent. فاكرين اللي قلناها كده ان الـ ing دي علامة الجمع تتحط وما تتنطقش برضه لغاية الحرف اللي قبلها اللي هو الـ S يبقى إي لابد S إي لابد S ريوسيس والـ ing دي علامة الجمع ما تتنطقش يبقى أنا كده اديتكوا إكزامبل من المجموعة التانية ريوسير وده فيرب صعب بقوا أكرر لكم وتتلخبطوا فيه وبتنقلوا من هنا تقعدوا تقولوا هنحط أربعة S آه لأن الفيرب تبعته S ومع نون وفو إي لابد S إي لابد S تحط الاثنين S زائد النهايات الاثنين S زائد النهايات طيب يبقى دي بالنسبة للحصة اللي احنا عملنا فيها الفيرب برونومينو والمجموعة الثانية ميرسي أفوار